بحضراتكم من جديد، برحب بضيفي طبعا الكابتن اشرف توفيق. انت شفت ملخص طبعا عن تاريخه، ولكن في كتير هنعرفه من كوتش اشرف. اهلا بيك يا كوتش. اهلا بيك. اهلا بيك كابتن. يعني انا ما كذبتش لما قلت ان حضرتك دخلت كره السله الحديثه في اول الفينيات مصر، وكان ليك رحله خارج مصر واحتكاكك بالمدارس المختلفه سواء الاوروبيه والامريكيه، ومن هنا كانت بدايتك يا كوتش. كلمنا على البدايه دي. واللي انت ذكرته ده من فضل ربي يعني، واصحاب حقوق عليا كتير يعني في ناس كتير قوي انا اتعلمت منها، ربنا سخرهم لي في حياتي يعني. يمكن اولهم كابتن محمود احمد علي الله يرحمه، رحمه الله عليه، يجي بعديهم على طول كابتن طلعت جنيدي، ده كان ابويا الروحي رحمه الله عليه. اتعلمت من الناس دي كتير جدا، كابتن علي الشرف الله يرحمه، كابتن ممدوح شكري، بعض المدربين الاجانب. ربنا كرمني برضو ان انا يعني من اول لحظه، حتى انا بدات على فكره، دي رسالتي دايما بقولها لكل المدربين الصغيرين، يعني انا بدات ميني باسكت بنات. دي اول مره انا لا انا بدات ميني باسكت بنات يعني يعني بدات من اخر السلم خالص، من تحت خالص يعني. صحيح. وفاكر كويس يعني، يمكن يعني احد الزملاء بدون ذكر اسمه يعني، وانا كنت بنزل التمرين، والله كابتن هيثم يعني نازل من دي 1 محضر ومعايا ستوبوتشي ومش عارف ايه يعني، شكلها ولا كانك بتتريق عليا يعني، ولا كانك ماسك منتخب مصر. اقسم بالله فاكر دلوقتي احد الزملاء يعني، احترم شغلك اللي انا بحترمه يعني. يعني الحمد لله رب العالمين، يعني ده فضل من ربنا وفضل من ناس كتير قوي في سكتي ساعدوني، على راسهم طبعا ابويا. انت عارف انا من عيله طبعا كلهم مدربين وكده، رحمه الله على ابويا وعمي. فزائد بقى طبعا كابتن محمود احمد علي، كابتن طلعت جنيدي رحمه الله عليهم، كابتن علي شرف رحمه الله عليه، كل الناس دي، كابتن ممدوح شكري. بس يا كابتن حضرتك ابتديت يعني تدريب صغير، يعني حضرتك بطلت باسكت صغير وابتديت تدريب في اول الثلاثينات، يعني كان ده برضو على ما اتذكر يعني، وكان سنك صغير جدا، وكمان يا كوتش انت كان عندك هدف، انت عايز تتعلم، وسافرت رحت المانيا، قعدت فتره تهيالي على ما اتذكر، ورحت روسيا صحيح، واحتكيت وكنت بتطلع اعاشات على حسابك، يعني كنت بتطلع صربيا، يعني مره كنا مع المنتخب في صربيا ولقينا حضرتك جاي على حسابك وبتعايش الصرب، فده برضو ثقل او يعني خلاك تتعلم الباسكت الحديث اللي دخلت بيه مصر. دي حقيقه، انا يعني دايما، لان انا لحضرتك هو ابويا كان مدرب، فانا عارف ان انت لازم عشان تشتغل حاجه تشتغلها صح، يعني لازم يبقى الواحد كواليفايد. وطبعا يعني من ضمن اصحاب الحقوق عليا النادي الاهلي طبعا. النادي الاهلي يعني لولا النادي الاهلي لم يكن اشرف توفيق، لان النادي الاهلي صرف عليا كتير في خلال مجلس الادارات من ايام كابتن صالح ورب كابتن حسن ورب كابتن خطيب، اتصرف عليا كتير دي الامانه يعني. ويمكن الناس ما كانتش تعرفني، بس هم مجرد ان هو بيتنقل لهم صوره ان عندنا ولد مجتهد كذا كذا، فبعتوني كتير، بعتوني يعني رحلات كتيره، وكانت معظمها على حساب النادي الاهلي وعلى حساب اتحاد الباسكت. يعني الحقيقه انا ربنا سخر لي ناس كتير بشكرهم وبترحم عليهم دايما، وبحمد ربنا على ما انا يعني ربنا كرمني بيه.